طلب صيادو الساحل الغربي في اليمن بتوفير الحماية لهم من تهديدات سفينة إيرانية تشكل خطورة على حياة الصيادين والمياه الإقليمية اليمنية والملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. جاء ذلك في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الرافضة لتواجد السفينة الإيرانية والتي نظمها الصيادون واتحاد السمك في مديريتي المخا وذباب في الساحل الغربي.